قتال النفزي في مناطق الجزاء وإمكانية عكس الهجوم. يوسف أمبينغي، هذه الكرة الخطيرة اللي حبذها النادي الرياضي البنزرتي. يوسف أمبينغي، يوسف أمبينغي تباطأ، الهدف رائع جدا، رائع جدا يوسف أمبينغي. دبرجيني يخلط على الكره على الجهه اليسرى، دبرجيني مع ياسر السويد، التمرير السريع، مروان الترودي، الهدف الاول ممتاز جدا مروان الترودي للنادي الرياضي البنزرتي، ممتاز جدا الارتماء الراسيه من مروان الترودي. في التشكيلة المنتظر الكبير كمال زعيم في تنفيذ الركنيه، يرفع الكره دخلت قفص الجزاء، الهدف الثاني دبرجيني، دبرجيني سجل الهدف الثاني للنادي الرياضي البنزرتي. أفضلية البنزرتي في الدقائق الأولى مكنتهم الحصول على ضربة جزاء، إثر مخالفة نفذها حران وتصدى لها منصور البركي. حران ينفذ ويفتتح التسجيل في 8 دقائق. النادي البنزرتي يقدم كرة ممتازة في هالدقائق، نفس الجهة تنطلق منها عملية آدم الرجيبي، تتحول بسرعة الكرة للمهدبي، ترويض رائع وتصويبة أروع، والبقية هدف ثاني في 28 دقيقة. مع مطلع الدقيقة 37 مخالفة حصل عليها النادي البنزرتي، كمال زعيم يدور التنفيذ، يستغل الفجوة في الدفاع الإسماعيلي، يغلط الحارس محمد صبحي، 1-0 للنادي البنزرتي. ثاني بقوة 6 دقائق، ركنية نفذها نور حطرية، علي المشاني سدد بالراس، كرة في شباك الإسماعيلي، والنادي البنزرتي ياخذ المسبقية 2-0. بجابر في 90+1 ركنية نفذها كمال زعيم، العربي جابر يطلع بالراس وينجح في مغالطة الحارس محمد صبحي، 3-0. بسرعة من كمال زعيم يطلبها ياسين الصالح، يعمل ترويض، يراوغ يدخل المنطقة، يراوغ أكثر من لاعب، يخترق الدفاع، يمهد لزميله الغامبي محمود صني على 6 أمتار، يصوب ويهز شباك الحارس المتألق محمد سعيد السنيدي. وكمال زعيم قد يأتي بالهدف الثاني في كرة مباشرة، والهدف الثاني للبنزرتي عن طريق كمال زعيم. البنزرتي من كرة ثابتة عن طريق كمال زعيم يتمكن من إضافة الهدف الثاني في 21 دقيقة لعب. قلت الخبرة والطموح حث على الهدف الشخصي، ونالوا في النصف ساعة لعب بالضبط من الفترة الثانية. آدم الرجيبي قلت بحث عن الهدف الشخصي وتمكن من الوصول للشباك بعد ما تابع الكرة ولم ييأس من الكرة الأخيرة، أخرج مظهر الدفاع لم يكن متسللا. اللحظات الأخيرة البنزرتي يختم بها المباراة كأحسن ما يكون، وصلت الهدف الرابع. كمال الزعيم اختصاص الكرة الثالثة، صاحب الهدف الثاني رحمه الجماهير القليلة، وطالب في نسخة ترابنسي اللي أدوا الاحترافية والنضال. البنزرتي كمال الزعيم هو اللي يتقدم الاختصاص الأول، يصور والهدف الرابع 4-0، مهرجان تهديفي في ملعب 15 تونس البنزرتي. كمال زعيم من جديد، كرة طويلة فماش تسلل، فخر الدين الجزيري، فخر الدين الجزيري، فخر الدين الجزيري، توزيعة ممتازة، والهدف الأول عن طريق آدم الرجيبي. آدم الرجيبي يستغل أول هفوة في محور دفاع المستقبل الرياضي من برسا ويحدث الفارق. شفنا زوز فرص سانحة للتسجيل للمستقبل الرياضي من برسا، الإجابة قوية وناجعة، وحوري يتمكن آدم الرجيبي بداخل الرجلة اليمنى إعادة من جديد. شوفوا سفيان موسى يستغل الخروج الخاطئ للحارس حسن بجاوي، يوزع على مستوى القاب الأول. جميل عماد الكيلاني،
محاولة هدف هدف من بيرجيه. قلنا النادي بالزرق قادر في أي لحظة على التهديف. واضح. قلنا النادي بالزرق قادر في أي لحظة على التهديف. صعيب من جديد كرة طويلة فمش تسلل فخر الدين الجزيري فخر الدين الجزيري فخر الدين الجزيري توزيعة ممتازة والهدف الأول عن طريق آدم الرجيبي. آدم الرجيبي يستغل أول هفوة في محور دفاع المستقبل الرياضي من برسا ويحدث الفارق. كرة من صعيب آدم الرجيبي بداية المباراة تعرفت انتفاع بدني كبير. أول فرصة كانت للنادي البنزرتي قال في هجوم معاكس يوزع فتح من بليل بن إبراهيم في التعامل مع الكرة يوسف فايز خل الفرصة يفتتح النتيجة سيابي. زملاء البرجاوي يتخلوا النقطة العددي هجوم معاكس سريع الناصر شعبان يتألق في مرة أولى يوسف في المتابعة يمضي الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة ويؤكد عودته القوية. هادي مرجيب كمال زعيم التوزيع أحمد حران في ضيع الكرة والتسديد خطيرة والهدف الأول لصالح النادي البنزرتي. حسام الحاج مبروك بطريقة رائعة. حضرية ينتظر الهدف بالتنفيذ. نور حضرية ياخذ وقت ويتقدم للحضرية والهدف الثاني لصالح النادي البنزرتي في الكلبي. نور حضرية على يمين الحارس التوزيع بالقائم الثاني هو محل احمد الحران ياخذ الكرة احمد الحران التوزيع في القائم الثاني والهدف الثالث لصالح النادي البنزرتي. ينطلق من الجليل مرجيبي خطير الهجوم مرجيبي خطير الكرة والهدف الرابع لصالح النادي البنزرتي. هدف مرجيبي في الدقيقة 81 دقيقة 26 محاولة هجومية للنادي الرياضي البنزرتي. يوسف أمبيكي بكل قوة يسدد الحارس الهمامي بصعوبة يتسدى فخر الدين قلبي في المتابعة يمهد للرجيبي وهدف أول في شباك الملعب التونسي. وفي الدقيقة 65 كرة ثابتة للنادي الرياضي البنزرتي الحران في التنفيذ وكورته في المكان المناسب وهدف ثاني في شباك الملعب التونسي. من كمال زعيم لآدم الرجيبي في ظهر دفاع الشبيبة اللي رفع الكرة بالحارس وسجل هدف السيابي وهو الهدف الثالث ليه في البطولة في توقيت 69 دقيقة. منظر الكبير في الهجوم وحمزة المثوثي ينجح في مغالقة رامي جريدي وتعديل النتيجة. فرحة الأحباء كانت كبيرة. أجينالدو على الطاير يسدد وهدف أكثر من رائع في شباك خميس الثامري. التوقيت 19 دقيقة لعب. النادي البنزرتي يزيد من ضغطه. مخالفة تلعب ثنائية بين المليتي أحمد الحران فخر الدين الجزيري في التحذير آدم الرجيبي يكمل البقية في شباك خميس. حارس الجريدة يتسدى في مرة أولى أجينالدو في المتابعة ويمضي على الهدف الثاني. نلعب في دقيقة 70
مبينجي في بناء العملية الهجومية، حمزة المثلوثي في التوزيع، يوسف أمي.